السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو بو، فكما عودناكم دائما بجديد والحصري في قناتنا إن شاء الله. في هذا الفيديو جئت لكم بمشروع يمكن لك أن تقوم بالبدء فيه في أريح من الأنترنت. نعم، يمكن لك أن تبدأ بأريح من الأنترنت عن طريق هذا المشروع وفقط من منزلك. لن تحتاج يعني إلى تكلفة كبيرة أو إلى رأس مال كبير، فقط 25 دولار أو 30 دولار إذا تتبعت معي هذه الاستراتيجية. فاعلم على أن هذا المشروع هو ناجح 100%. سنقوم بالتطرق إلى كل شيء يعني من خلال هذا الفيديو الفيديو التفصيلي الذي سنقوم بالدخول إليه. لكن قبل أن ندخل إلى هذا الفيديو، نريد فقط دعوتك لانضمام إلى قناتنا من خلال زر اشتراك أسفل الفيديو، وكذلك لا تنسى دعمي من خلال تعليق تحفيزي ولايك. مشاهدة ممتعة. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة سمو برو. فقبل أن نبدأ في هذا الشرح، ندعوك للاشتراك من خلال ضغطك على زر سابوني أو سبسكرايب واشتراك، ولا تنسى أن تقوم بتفعيل الجرس من أجل التوصل بجديد القناة دائما. فبالطبع يعني ما سنقوم بأن نحتاجه هو أن نقوم بتصميم موقع مشابه لموقع i5$.website، يعني تقوم بشراء دومين .com وحينها تقوم بشراء هذا السكريبت ووضعه في الدومين. وبالطبع هي طريقة سهلة، يعني تقوم بأخذ فقط السكريبت وتركيبه في استضافة وربطها مع الدومين بالطبع، وحينها تمتلك هذا الموقع. فبالطبع سعر السكريبت هو 30 دولار، لكن يمكن لك أن تقوم بالاتصال بالموقع وتخبرهم على أنك يعني اتصال بالموقع بالطبع سيكون عبر الإيميل الذي سأضعه لك في صندوق الوصف. فتخبرهم على أنك شاهدت يعني الفيديو من قناة سمو باو وأنك تريد أن تحصل على سكريبت بمبلغ أقل، فسيتم يعني إعطاؤك سكريبت يعني بمقابل 25 دولار، زائد أنك ستحصل على 1,000,000 لايك من الانستغرام. نعم، ستحصل على 1,000,000 لايك من الانستغرام فقط، يعني تقوم من خلالها تقوم ببيعها في موقعك. جيد، فبالطبع يعني استراتيجية يعني البيع يعني من خلال هذا الموقع فاستراتيجية سهلة جدا، سنقوم بالتطرق إليها إن شاء الله في الفيديو القادم. ففي هذا الفيديو سنقوم بشرح لك واجهة المستخدم أو واجهة الأدمين بالطبع. فواجهة المستخدم يعني شرحناها في فيديو سابق، فهي تظهر على هذا الشكل. يعني فبالطبع أنت ستكون صاحب هذا الموقع، ويمكن كذلك من خلاله أن تقوم بأخذ الخدمات وتقوم تقوم بأخذ هذه الخدمات الموجودة هنا وتقوم بوضعها في موقعك الجديد، وحينها تقوم بوضع الأسعار المناسبة بالنسبة لك. وفي حال يعني اتصلت بالموقع يمكن أن تضع لك أسعار يعني مخصصة بالنسبة لك، يعني في حال كان لديك موقع. على العموم يعني سنقوم بالتطرق إلى الواجهة الخاصة بالأدمن. هذه ليست الواجهة الخاصة بالأدمن، هذه واجهة فقط واجهة المستخدمة العادية. يعني فبالنسبة لي هذه واجهة سبق وان تطرقنا إليها. على العموم يعني بالنسبة لواجهة المستخدم فهي تظهر، وبالنسبة لواجهة الأدمن فهي تظهر على هذا الشكل. هذه هي واجهة الأدمن. أنا قمت بأخذ يعني معلومات الأدمن من صاحب الموقع حتى أقوم بشرح لكم والتطرق لكم يعني إلى الواجهة الرسمية أو الواجهة الرسمية الخاصة بالأدمن. بالطبع سنقوم اول شيء بالدخول الى اقسام الخدمات هنا. فبالنسبة للواجهة هي بسيطة وسهلة جدا، يعني اي شخص يمكن ان يقوم بادارتها، فقط شخص واحد او شخصان يمكن لهم ان يقوموا بادارة هذا الموقع بالطبع. فبالنسبة لاقسام الخدمات هنا يعطيك قائمة الاقسام الموجودة والتي قمت بانشائها بالطبع. هنا تقوم بإضافة قسم جديد من خلال الضغط هنا. هنا تقوم بوضع الايقونة، ايقونة الخاصة بالقسم، وهنا تضع عنوان القسم. بالنسبة لقسم الخدمات هنا تقوم فقط بالذهاب الى قائمة الخدمات حتى تشاهد الخدمات المتوفرة. هنا لايكات انستغرام، يعني هناك زوار موقع حسابات ادسنس، يمكن ان تبيع يعني اي شيء. يعني هنا حسابات ادسنس عادي، وهنا مشتركين تويتر حقيقيين، يمكن ان تبيع اي خدمة من خلال استعمالك لهذا الموقع. فبالطبع يعني يمكن ان تقوم كذلك بإضافة خدمات اخرى من خلال الضغط على قائمة الخدمات، وتقوم بالضغط هنا على خدمة جديدة. هنا تضع عنوان الخدمة، وهنا تضع السعر، هنا تضع اقل كمية اقصى كمية، وهنا تضع مدة التنفيذ، وهنا تضع ملاحظة حول هذه الخدمة. بعد ذلك تختار هنا القسم. يعني بالطبع يعني انت هذه اقسام متوفرة، لكن في حال يعني كنت تريد اضافة قسم كما اخبرناك تذهب فقط الى اقسام الخدمات وتقوم بانشاء خدمة قسم جديد من خلال يعني وضع على خدمة قسم جديد. على العموم يعني سنقوم هنا بالضغط على قائمة الطلبات حتى تشاهد معي الطلبات التي في حالة انتظار. هنا يعطيك حالة الانتظار، هنا يعطيك جاي التنفيذ، وهنا يعطيك الخدمات المكتملة، وهنا يعطيك خدمات المكتملة جزئيا، وهنا يعطيك خدمات الملغية.
على العموم يعني هنا يعطيك في هذا المكان يعني تبحث عن طلب معين، يعني في حال أسألك شخص ما وقال لك أنه لديه مشكل في طلب ما، فإنك تقوم فقط بأخذ رقم الطلب ووضعه هنا وتذهب إلى البحث. على العموم يعني هنا يعطيك رقم الطلب، وهنا يعطيك التاريخ، وهنا يعطيك بالطبع يعني التاريخ، وهنا يعطيك الرابط، وهنا يعطيك القيمة، وهنا يعطيك الكمية، وهنا يعطيك العدد الحالي والعدد النهائي ونوع الخدمة وحالة الطلب وكذلك الخيارات. ويمكن أن تقوم بالتعديل على الخيارات فقط من خلال ضغطك هنا، حتى تقوم بتعديل يعني على خيارات هذا الطلب، هل هو في حالة انتظار، جاري تنفيذ، مكتمل، مكتمل جزئيا، أو حتى إذا كنت تريد أن تقوم بإلغائه. فبالطبع يعني سنقوم نحن بترك كل هذا كما هو، ثم سنقوم بالرجوع حتى نقوم تطرق إلى أقسام التذاكر. جيد، فبالنسبة لأقسام التذاكر، في حال يعني كان أي عضو يعني لديك يعني في الموقع لديه مشكل، فقط يعني تذهب إلى أقسام هنا وتشاهد رسالته. يعني هنا بالطبع يعني أقسام الخاصة بالمشاكل، هنا يعني تضع يعني هذه الأقسام متوفرة، مشكل في الطلب، يعني الشحن، كاشيو، وهنا يعني استفسارات. تضع هنا قسم جديد من خلال فقط ضغط هنا، تضع على قسم جديد، تقوم هنا بكتابة عنوان القسم، هنا حالة القسم، وهنا تضع يعني حالة القسم، يعني هل هو يعمل أو موقوف. بالنسبة للعضوات المسجلة هنا فقط يعني تضغط عليها وسيأتيك اليوزر نيم والباسورد والخاص، يعني وكذلك الإيميل الخاص بالأعضاء. على العموم هنا تضغط على تعديل الصفحات. فبالطبع في هذا المكان يعني هذه لائحة الصفحات التي يمكن لك من خلالها أن تقوم بالتعديل عليها. في صفحة الهوم، في صفحة الأوتو، يعني تقوم بالتعديل على أي صفحة فقط من خلال ضغطك على هذا المكان، وحينها سوف تظهر معك هذه الخاصية هنا، تقوم فقط بحذف يعني ما تريد أن تقوم بحذفه والتعديل على ما تريد أن تقوم بالتعديل عليه. جيد، بالنسبة لأقسام الرسائل هنا، يعني في حال يعني كنت تريد أن تقوم بوضع يعني رسالة جديدة لأحد الأعضاء أو لكل الأعضاء على حسب ما تريد أنت، تضع هنا تضع هنا يعني كل الأعضاء، وتقوم هنا بكتابة الرسالة وتضغط على إضافة. هنا قائمة الرسائل، تقوم فقط بالضغط على قائمة الرسائل حتى يتم إعطاؤك. فهنا يعطيك يعني قائمة الرسائل، وهنا يعطيك الأعضاء، وهنا يعطيك التاريخ. فبالنسبة لإعدادات الموقع فهي كذلك من بين الخيارات المهمة بالطبع، وهي يعني كتابة عنوانك، عنوان الموقع الخاص بك، وهنا اختيار الستايل الافتراضي، فقط يوجد ستايل واحد. هنا وصف للموقع، وهنا تقوم بوضع يعني كلمة دلالية، وهنا تضع يعني حساب باي بال الخاص بك، يعني في حال يعني كان هناك دفع فإنه سيتم الدفع عن طريق هذا الحساب. كذلك هنا تضع حالة الموقع، هل هو يعمل أو لا يعمل. فبعد أن تقوم بالتعديل على كل هذا، تضغط هنا على تعديل، وإلى يعني حينها سوف يتم يعني عمل لك التعديل في الموقع. على العموم يعني كان دوك شبه الفيديو، هذا الفيديو فقط يعني شرحنا فيه سكريبت الموقع. إن شاء الله سنقوم بشرح وتطرق إلى استراتيجية الربح من خلال هذا الموقع بعد أن تقوم بإنشاء موقعك بالطبع. فتقريبا هذا هو شبه الفيديو، وهذا هو فيديو اليوم. أتمنى يكون هذا الفيديو قد نال إعجابك، وأتمنى أن تكون قد استفدت معنا في هذه الحلقة. في حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك زر الاشتراك وتفعيل الجرس من أجل التواصل دائما بجديد القناة. كان معك خالد السمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.